اوكي شركه او موقع ما اعرفش المخاطر اللي عامله. مش هنزل الموقع وابص على حاجه قول لي وريني الريكورد بتاع حوادث تجيب لي ايه؟ لقيت عنده 10 حوادث حصلت افراد وقعوا معايا في الكلام ده من ضمن المخاطر اللي موجود عنده مخاطر. لقيت عنده 5 حوادث الناس اتعرضت لحرارة عالية وحرارة من ضمن المخاطر الموجودة عنده الايه؟ تعرض للايه؟ لدرجة الحرارة العالية. يبقى من سجل الحوادث وانواعها ومعدل تكرارها هو طريقة للتعرف على المخاطر. ايوه يا فندم. المواقع والشركات ما بتكتبش ده. ودي مصيبه فعلا. في شركات كتيره. هو المفروض الشركات دايما نظام اداره الصرف الصحي لازم يكون شركه عشان ان شاء الله يقول ده القانون. عارف هنا في مكتب العمل في احصائيات بتاعت الحوادث. يبقى اي حادثه بتحصل عندك لازم تسجلها وتبعت ايه؟ ريكورد ليها. ما بيكتبهاش ما بيسجلهاش. لو هو عايز ياخد الايزو 45,000 واحد لازم من ضمن اشتراطات ان يبقى عندك نظام اداري تفهم بس التسجيل لازم تسجل الحوادث. ما حصلش بقى ما عندوش ريكورد هاخد فكره ثانيه. ما عندوش ريكورد قال ما عنديش ريكورد. طيب انا سيبني انزل اعمل ايه؟ اوبزرفيشن ملاحظه وانزل المقطع الاحظ لما اخلص. او استخدم طريقه ثانيه انا يجيب بتاع 10 طرق. 10 طرق اقدر اتعرف بيها على المخاطر. اولهم ان انا راجع ان وجدت سجلات الحوادث. يعني صناعه مثلا من ضمن الحوادث اللي بتحصل عندهم دايما 4 حالات صعق كهربي. يبقى هنا الناس دي عندها ايه؟ مخاطر كهربيه عاليه. طيب تعالوا نشوف تاني حاجه غير مراجعه سجل الحوادث. ايه الطرق التانيه اللي ممكن اتعرف بيها على المخاطر قبل اجراء الفحص الشامل؟ هي دي اللي بنعملها كلنا. كل اللي شغال في السيفتي او ناوي يشتغل اشهر طريقه هي التشيك ليست. زي كده ايه؟ تنزل بتاع بيقول لك ايه نازل اعمل تفتيش على المواقع، رايح اعمل تفتيش على المخازن، رايح اعمل تفتيش على وحدات الانتاج مثلا او التنكات، ايا كان النشاط وايه نوع المعدات اللي عندي، بيبقى معاه ورقه اسمها ايه؟ تشيك ليست قوائم الفحص والمراجعه، اهي الراجل ده لسه جاي من الموقع. مع ايه؟ قائمه فحص ومراجعه تشيك ليست. التشيك ليست عباره عن ايه؟ مجموعه من الاسئله. مجموعه من الاسئله بيقول لي لو في طفايات طبعا عشان مش معايا النظاره مش شايف حاجه خالص وبجاوب على السؤال يبقى عمليه فحص شامله لجميع المواقع والمعدات. هتعرف على المخاطر من خلال قائمه الفحص والمراجعه اللي هي مجموعه من الاسئله. هل الاضاءه كافيه؟ لو احنا بنتكلم على قاعه افترض ان التشيك ليست دي خاصه بالتفتيش او مراجعه القاعات والمباني والمكاتب الاداريه. هبتدي ادور على التهويه والاضاءه وترتيب الاساس ممكن يشكل عائق اثناء حركه التعاملين. الارضيه سليبي ممكن يحصل بينها انزلاق وسقوط. يبقى هتلاقي اسئله كثيره من خلال اجابتك عليها هتحدد انواع المخاطر اللي موجوده فين في المكان. طب ده قاعه. لكن لما اروح اعمل التشيك ليست بالكرين اللي هيشتغل يعمل حاجه مختلفه. لما اروح اعمل التشيك ليست خاصه بالمخازن اللي فيها مواد كيماويه مختلفه. يبقى خلي بالك مين اللي بيعمل التشيك ليست اصلا؟ اداره السلامه. يبقى مهندسين سلامه هو اللي هيحط مجموعه الاسئله ولازم يكون حد عنده خبره. يبقى عارف كل موقع ايه طبيعه المخاطر الموجوده فيها ويحط الاسئله. وكمان ممكن يعملها ابديت ان ممكن تكون ناقصه. كل سنه بنراجع التشيك ليست بتاعتنا. يبقى في طريقه بسيطه جدا للتعرف على المخاطر ومشهوره اسمها فحص المواقع من خلال قوائم الفحص والمراجعه اللي هي التشيك ليست. اوكي؟ يبقى دي تاني طريقه ممكن نستخدمها. وفي الغالب كل المواقع وكل المهندسين الست بيشتغلوا بيها. دايما تفتيش السلامه خد التشيك ليست وانزل فتش على المواقع. يبقى دي طريقه بتعرف بيها على المخاطر. في طريقه ثالثه اسمها الاكسبيرينس خبره العامل. واحد بقاله 30 سنه لحال تمام؟ فاكتر واحد عارف مخاطر اللحام وهينهلها خبره العامل ده اللحام يقول لك ده في حراره وفي راديشن وفي فيومز العوادم او ادخنه لحام بتاثر على الصحه. طيب فانا بشجع العاملين عشان يعملوا ادلاء باي معلومه عن المخاطر اللي في مكان عملهم. ازاي؟ لما نيجي نخش الشركات يا جماعه ان شاء الله ربنا يكرمكم اللي شغال واللي ناوي يشتغل هتلاقوا دايما في كده نموذج بيتوزع على العاملين اسمه نير ميس ريبورتنج تسجيل الحوادث وشيكه الركوع او الهامشيه. يعني المواقع بيشجع العمال ان هم يسجلوا اي خطر شافوه او اي حادثه حصلت معاهم حتى لو ما سببتش اضرار تسجلها وبعتها لهم. من خلال الحادثه اللي انت سجلتها انا عرفت الاخطار اللي موجوده عندي. او حاجه ثانيه سمعنا عنها اسمها الستوب كارد. مين راح فيكم بتروبيل او بي بي؟ شركه بي بي او بتروبيل حاجه اسمها الستوب كارد. وكلمة ستوب دي ليها معنى. في ناس فاكرة كلمة ستوب يعني اوقف. لا ستوب دي اختصار ده برنامج انا بشرحه برضه 5 ايام سيفتي تريننج اوبزرفيشن بروجرام. شفتوا بقى كل حرف ليه معنى. سيفتي تريننج تدريب للسلامة على عملية الملاحظة.
شو قلنا من شويه ممكن الاحظ المكان واطلع المخاطر، يبقى السيفتي تريننج اوبزرفيشن بروجرام ده برنامج بيدرب العميل ازاي يلاحظ المخاطر ويسجلوها. بقى كارد معروف قوي يقول لك ستوب كارد، يعني انت لو داخل الموقع هيقول لك خد، لو زائر حتى مش شغال في الشركه انت زائر، بعد اذنك لو شفت اي مخاطر احنا ما بنعرفهاش بلغنا بيها. وانا كتير قوي دخلت شركات وطلعت لهم وقال لي هات ستوب كارد ومليت البيان. طيب يبقى دي طريقه بتعتمد فيها على خبره العاملين. طريقه ثانيه قال لي خلي بالك ده مثلا فحص انا انواع الباب. ايه رايكم لو انا معايا تشيك ليست او عملت اوبزرفيشن، بلاش هعمل فحص شامل كان عن طريق الملاحظه، تعالوا نلاحظ مع بعض ايه المخاطر دي. انا عايز استخدم، ممكن يكون عندي خبره كبيره في السيفتي فهلاحظ بسرعه. ده هنا طبعا عمليات وركينج ات هاي بشكل غير امن، يعني مساليه السقوط في فول هازارد، بيقولوا ايه مخاطر السقوط هنا زيت مسكوف سبيل، يعني هنا ممكن يحصل تعثر او انفجار اللحام اهو، يبقى هنا في فيومز ومخاطر حراره عاليه الامبوبه فين كيميكالز اكونومكس مانوال هاندلنج تداول يدوي خاطئ. يبقى انت هنا بدات تعمل ايه؟ اوبزرفيشن ملاحظه. وعلى فكره الاوبزرفيشن ده برنامج كبير، بس انت هنا بعتمد على خطه المجموعه اللي موجوده معايا من خلال صوره بنلاحظ ايه المخاطر اللي موجوده. طيب قال لي من ضمن الطرق اللي ممكن نعرف بيها المخاطر حاجه اسمها تقارير التفتيش الهندسي، اللي هي ايه؟ تعرفوا ان في مهندسين اسمهم مهندسين ميتالورجي علم المعادن، ودي بتخرج من كليات هندسه قسم فلزات، قسم فلزات عندها في السويس هندسه اسمها هندسه بترول، فيها قسم بيطلع مهندسين للتفتيش الهندسي على المعادن. يعني ايه رايكم لو عندنا غلايه، غلايه بتطلع بخار ضغطها 160 بار، لو الخط ده اللي ماشي فيه ضغط عالي حصل فيه كروجن، ايه الهازارد اللي ممكن يحصل؟ فجر صح؟ طب لو شال غسام الخط ده او شايف مواد بتروح قبل جيعه، يبقى هنا في جزء مهم جدا ممكن يعرفني المخاطر اللي ممكن تحصل عن طريق ان انا بفتش على المعدات واعرف معدل التاكل بتاعها والتقادم. تمام. طيب لما بروح بالعربيه بتاعتي التوكيل، انا مثلا معايا تويوتا، انا معايا هونداي، بيعمل ايه؟ بيعمل انسبكشن ويحدد لي الحاله الفنيه ومعدل تاكل بتاع المعدات ويقول لي اعمل كذا. يبقى التفتيش الهندسي اسمه كده انجين انسبكشن. طب حاجه بقى واضحه لينا قوي بنعملها كلنا في السيفتي، الاوناش. ان شاء الله معاكم المهندس محمد فاروق الاسبوع القادم هنتكلم على الاوناش. دايما بيقول لك الونش بيجي يخش الموقع لازم نطلب شهاده معايير، وعملوها ازاي شهاده المعايير دي؟ عباره عن تفتيش هندسي على الكرين، يشوف السترينث بتاعت الوايرات ويراجعها بيراجع كل اجزاء الونش ويطلع الايه؟ الكالكوليشن سيرتيفيكت دي. يبقى ده نوع من انواع التفتيش الهندسي على المعدات اللي من ضمنها المستودعات الاوناش ومعدات الرفع، كل دي التقارير دي بتطلع لي الاخطار بتاعه المعدات اللي ممكن تسبب لي ريسك في الموقع. تعالوا كمان نشوف طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه مشهوره قوي اسمها الحوادث المنشوره بالجرايد. يعني حوادث منشوره الجرايد؟ على فكره يا جماعه قطاع البترول الشركات عندنا كلها اللي في مصر بتعمل في قطاع البترول، اي حادثه بتحصل في اي شركه بيطلع بيها منشور. مين اللي بيعمله؟ هيئه البترول توزع على الشركات كلها. يعني حصل في ميدور في اسكندريه، روح جاي منشور حادث لشركه اسكندريه ميدور البترول، حصل اثناء عمل كذا عمليه قياس للتانك سقوط العامل مما ادى لاصابته بكذا. هو بيعمل ايه؟ بينشر لي حادثه في بابليكيشن نشره اعرف ما انا عندي نفس النشاط على فكره انا بشتغل زيه، فتعرفت ان هنا في مخاطر انا ما كنتش واخد بالي منها، يبقى طريقه من طرق اعرف المخاطر. هديكم مثال، في حادثه حصلت سنه 2008 ولا 2009 بقى؟ 2008 2009 اسمها خليج المكسيك، مشهوره قوي. حادثه خليج المكسيك حصل انفجار وتهريب للزيت وحريق كبير عمل تلوث في خليج المكسيك. عرفنا منين ان في مخاطر ممكن يحصل مثلا انفجار في انظمه الدريلنج والحفر وانتاج الغاز نتيجه ان حادثه منشوره عالميا، يبقى خلي بالك منشوره في الجرايد. مثلا سمعنا عن حادثه ان اثناء عمليه حفر انفاق حصل، عرفت منين؟ انت رحت النفق وشفت. يبقى هنا نوع من انواع تحديد المخاطر ان انت تقرا الاكسنت على مستوى العالم. وانا هديكم حاجه كده تساعدكم، موقع مشهور قوي اسمه السي اس بي على اليوتيوب، تخش عليه كل الحوادث وبيحقق فيها بشكل جميل جدا. سي اس بي كيميكال سيفتي بورد، سي اس بي ده من افضل حاجات تتعلمك انواع الحوادث اللي حصلت على مستوى العالم، وهديكم الافلام بتاعتها اللي انا منزلها. اوكي طيب، يبقى غير الحوادث المنشوره القوانين والتشريعات بس كده؟ قال لي لا، والنشرات والكتب. ايه ده القوانين والتشريعات ازاي؟ الاوشا اللي احنا خدناها كلنا معظمنا دلوقتي اخدنا دوره في الاوشا، مش الاوشا دي قالت لك مثلا ان في حاجه اسمها الراديشن هازارد
تعرف ان في بعض انواع المخاطر تعرفنا عليها. ده بينشا من مثلا المايكرويف بيطلع نوع من انواع الاشعه غير مؤيده، عرفنا ليه؟ القوانين والتشعات الامريكيه. كمان هنا في القانون المصري واحنا بنستعرض دلوقتي عرفنا ان في حاجه اسمها مخاطر بيولوجيه ممكن ما كنتش عارفها. ليه؟ انا من عندي عامل بوفيه بيعمل لي فطار الصبح، عرفنا عليه اقول له ودي هات لي سندوتش كذا، اعمل لي كوبايه شاي، ده ممكن يعمل لي مخاطر بيولوجيه عشان ضارب شهاده صحيه من التامين الصحي. ابتدي لا اخلي بقى، يبقى خلي بالكم القوانين والتشعات مصدر تعرفنا على المخاطر من نتيجه القوانين اللي هو كاتبها. الكتب والنشرات العلميه، فاكرين الاي سي جي اي اتش؟ مين فاكرها؟ ياخد 50 جنيه. الـ ACGIH أحد النشرات والكتب أو American إيه؟ Conference Governmental Industrial Hygiene. حتى الـ 50 جنيه أنا باخد 50 جنيه. أنت قلت حاجة؟ ماشي. طيب يبقى هنا ده إيه؟ دي جهة تطلع نشرات، نشرات دورية بإيه؟ بقيم الحدود المسموحة. عرفت إن الكلورين هايلي توكسيك عشان مسموح بيه نص مليون، مسموح بيه تعرض نص جزء في المليون. يبقى هنا اللي عايز اقول لكم مصادر التعرف على الاخطار كتيره جدا، اشهرها اللي احنا بنعمله التشيك ليست، لكن ممكن حوادث مكتوبه، ممكن خبره العمال ان هو يبلغ عن الاخطار اللي شافها مارك العمل، ممكن كمان تكون تعليمات المصنعين. ايه تعليمات المصنعين تعرفنا؟ هديك مثال، اشهر حاجه شرحناها في الهازارد كوميونيكيشن كانت الام اس دي اس والليبل، صح؟ الماتيريال سيفتي اشيت دي مش بتعرفني على اخطار المادة وتقول لي اتعامل ازاي مع الماده ومدى سميتها وتاثيرها على الصحه. يبقى الماتيريال سيفتي ده تاكيد نوع من انواع التعرف على المخاطر بتاع الماده. يبقى طريقه للتعرف على المخاطر النار ليمز دي. طب لو هي مش ماده كيميائيه، كتالوج بتاع المعد. على فكره اللابتوب ده لما جه معاه كتالوج طريقه التشغيل، وقال لي خلي بالك بيولد حراره عاليه ما تحطوش على ربك على الافخاذ بتاعك. هو اسمه لابتوب عشان كده، عشان هو بيحط. وفعلا بدا يعمل امراض كتيره قوي، حساسيه والتهابات في الجلد بسبب انه بيطلع حراره من تحت. فبداوا يعدلوا ويحطوا دلوقتي ايه؟ نظام تبريد خارجي وما تحطوش على رجلك. عرفت منين الكلام ده؟ هو حذرني في الكتالوج، قال لي خطورته بيولد مجالات وبيولد حراره. يبقى انا عرفت خطوره الجهاز ده او المعده دي من تعليمات المصنع. اوعى تعمل فورس شت داون هيوقع لك النظام مثلا. انا بدي امثله. يبقى هنا كتالوج المصنع سواء لمعده او اله، او لو انا بتكلم عن مواد ميه بقى ليمز ديس بتعرفني بالمخاطر. يبقى دي طريقه. قال لي كمان في طرق ثانيه متقدمه، معلش ركز معايا في الحته دي، بعض الطرق العلميه المتخصصه. على فكره كل طريقه هذكرها دلوقتي برنامج لمده 5 ايام ممكن نتكلم فيه. اول طريقه اسمها وات اف ميثود، ماذا لو، طريقه تحليل والتعرف على المخاطر بطريقه ماذا لو. يعني هديكم مثال، ماذا لو الضغط كان عالي جدا في القطارات وانا جاي وجو حر، يبقى بتستند سؤال وتشوف الافكت اللي ممكن يحصل. فتعرفت ان في خطر، اسمه خطر انفجار بيؤدي للرول اوفر. الطريقه دي يكون عنده اكسبيرينس في مجال السيف، مش اي حد يعملها، عشان يعرف يقترح السؤال صح عشان يقدر يوصل للخطر ويحدده. يبقى اول طريقه علميه متقدمه اسمها ايه؟ وقف ماذا لو. دي بنشرحها برضه يبقى نعمل الخطر. في طريقه ثانيه سمعت عنها اسمها الهازو، هازو وهازو دي اختصار كلمتين، هازارد اند اوبنابيلتي، يعني مخاطر العمليات التشغيليه. ودي خاصه مش في موقع ولا خاصه باكتيفيتي واحد طالع يركب ويقطع، لا دي خاصه بعمليه تشغيليه. يعني عندي خط دخل غاز دخل على الفرن، الفرن دي طلعت حراره، الحراره دي سخنت الميه بقى بخار، البخار ده سيستم صح؟ عمليه تشغيليه اسمها انتاج البخار عشان اولد كهرباء مثلا، محطات الكهرباء. انا همسك العمليه التشغيليه دي، ماذا لو الضغط زاد في الخط، ماذا لو الكهرباء اتقطعت، ماذا لو طيب هي تشبه ماذا لو بس بيتكلم على متغيرات التشغيل، ضغط وحراره وفلو ريت وليفل، ما لناش دعوه بيها. دي حاجه ان شاء الله اللي هيشتغل منكم في العمليات ويبقى شركه فيها عمليات كبيره لازم يعرف هذا، وهيكون اللي بيدير الهذا مهندس. يعني ده بيتعمل من مجموعه من المهندسين ميكانيكا والتخصصات كلها، اللي بيدير العمليه بتاعه تقييم مخاطر التشغيل مهندس السيفتي. يبقى الهازو دي طريقه من طرق التحليل والتعرف على مخاطر التشغيل. في طريقه ثانيه اسمها الفيما. الفيما هي اختصار فيلير مود افكت اناليسيس، بالعربي تحليل اسباب الاخفاق، الاخفاق او الفشل اكتب اللي تعجبك، وتاثيره. افكت يعني التاثير. يعني ايه؟ ايه رايكم العربيه وهي ماشيه فجاه الكوبري انخرج من مكانه؟ الطريقه دي بنستخدمها للمعدات.
يعني لما اجي اعمل تقييم للمخاطر للمعدات عايز اتعرف على خطر اللي ممكن يحصل بنستخدم الفيل. ماذا لو ان الترومبه بتاعه الميه او ترومبه الزيت اللي كان عربي عشان نفهم وقفت وعدت بتاعنا عنه هيؤدي الى الفك اللي هو ارتفاع درجه اللي ممكن ياثر على الموتور. يبقى طيب وهنا بنحسب احتماليات الفشل امتى المعده دي على فكره بتحسبها ازاي؟ يقول لك مثلا الترومبه دي كل 100,000 ساعه احتماليه ان هي تفشل مره. ولذلك يجي بقى المصنع الشركه اللي بتصنع العربيه يقول لك دي تتغير بعد 100,000 كيلو. يا عم سليم ما تقطعش. لا خلي بالك هو كده دخل في احتماليه انه يفشل انه ممكن السير يتقطع سير الكاتينه مثلا. يبقى هنا بيدرسوا كل الكومبوننت ويشوف اسباب الاخفاق بعد قد كام ساعه تشغيل وتعرض لجهادات معينه احتماليه الفشل بتحصل امتى وهو على اساسه بيقول لك امتى تغير قطع الغيار في العربيه. يبقى دي خاصه بالمعدات عشان تتعرف على اخطار المعدات نستخدم الفينا. ما تقلقوش اسمعوا الكلام بعد فتره من شغلك في السيتي لازم تتعرف على الطرق دي تفهمها كويس. في طريقه ثانيه اسمها الفتة وفي طريقه اسمها الاتا. انا بهرب. هي اسمها الفولت تري اناليسيس والايفنت تري اناليسيس. طيب انا عشان بس يعني ما فاكرينها نقول ايه اف تي اي واي تي اي الاثنين الاخيره دي تري يعني شجره اناليسيس تحليل والفولت يعني خطا شجر التحليل الاخطاء شجر التحليل الاخطاء يعني خطا يوديك لخطا يوديك لخطا لغايه ما توصل لايه للايفنت الرئيسي انفجار. اديكم مثال ما بعملش صيانه للخطوط والمعدات بتاعتي في المصنع فالجلاند او الجوانات هربت بتاع غاز ما عنديش انظمه ده خطا تاني بتعمل ديتكشن للغاز لما يطلع الجني الارض ينبهني ده خطا ادى ان يتكون سحابه من الابخره قبل الاشتعال وما عنديش طرق للقياس وتامين عمليات القطع والحمل في واحد بيقطع ويلحم ادى انفجار ادى لوفاه العامل. يبقى هي ايه؟ chain of fault سلسله من الاخطاء. طريقه بقى بنستخدمها على فكره الطريقه دي الفولت في اناليسيس معلش ما تزعلوش مني طريقه ادفانسد جدا وبنستخدم فيها اللوجيك جيت. مين درس كمبيوتر؟ حد عمل كمبيوتر؟ كمبيوتر اند اور لوجيك جيت يقول لك اند اور وهي طريقه بنبني عليها ستراكشر تحليل الاخطاء بالجيتس. ما علينا اعرفها كده افهمها. يبقى في طريقه متقدمه للتعرف على الاخطار اسمها ايه؟ الفورت تري اناليسيس فتة. اوكي نضرب فتة تري اناليسيس عكسها بدل ما انا كنت ببتدي من الاخطاء اللي هتوديني للحادثه انا جاي من الحادثه وراجع ايفنت العكس احداث حصل انفجار قبل الانفجار كان فيه تهريب ونراجعين العكس ولذلك هوريكم شكلها. دي الهازرد يا جماعه ده اختصار للهازرد ده كورس الهازرد ان هو الهازرد اند اوبرابيليتي مخاطر التشغيل هو طبعا ريفيو ستادي دراسه نتعرف فيها على مخاطر التشغيل في المصانع والمواقع الصناعيه نستخدم طريقه معينه نشوف الديزاين ونحلله. ما علينا نسيتك اعمل لك سؤال معلش انا اسف تمام. دي طريقه الايه يا جماعه الفولت تري شجر التحليل الاخطاء. لو خدنا بالنا مش كلنا درسنا الكلام ده اللي عايز بقى تفاصيل انا اديله معايا حاجات كتير. شايفين كلمه اورد شايفين ان دي حاجات بنستخدمها اسمها اللوجيك جيت بوابات المنطق. هديكم مثال بسيط صحيت الصبح النهارده وانا جاي لقيت الكاوتش نايم على بعض بتاع العربيه ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الكاوتش ينام ده ايفنت ده حدث حصل لي حدث في النهايه انا كاتبه فوق ان الكاوتش نايم من خارج من الهواء ايه الاسباب انه دخل فيه ايه مسمار او البلف باظ او عيل صغير فسالي الكاوتش اقول لكم على حاجه دي احداث او اسباب بنوع عليها انيشيتنج ايفنت حدث هو اللي خلى الكاوتش ينام حصل قبل انا ما شفتوش فاحنا بنعمل ايه بريدكشن اسباب ان الكاوتش نام على الارض ده الحدث الرئيسي بتاعي كان في مجموعه من الاحداث حصلت قبل كده انا مش عارفها فبنقول اتخرم الكاوتش بمسمار او عيل فساد او البلف باظ وهرب صح. طيب ايه رايكم التلات احداث لازم يحصلوا مع بعض عشان الكاوتش يفس ولا واحد خايف يبقى اور ده او ده او ده. فلما نيجي نحط واحد لعب في الكاوتش وفساد مسمار دخل ده نحطه كده في دايره يبقى ده او ده او ده او ده يودوني لتهريب الغاز. انا هشيل كلمه تهريب الغاز واحط ان الكاوتش فلات نايم على الارض. طيب تعالوا نقول مثلا انفجار حصل اشتعال في البيت الانبوبه الخرطوم بتاعها اتقطع ما
لا ده البدل نفسه او البلف كان فيه تاكل، بحط الاسباب كلها اللي ممكن تسبب ظهور سحابه من الابخره. طيب بعد وجود السحابه من الابخره لازم يكون في معاها مصدر اشعاع، ولا ممكن الابخره تولع لوحديها؟ يبقى هنا ابخره قبل الاشعاع اند ignition source، هنا لازم يكون الحدثين موجودين مع بعض. يبقى هي القصه دي، انا مش عايز اطول عليكم عشان ده ادفانس قوي، دي القصه احد طرق التعرف على المخاطر بنستخدم فيها بوابات المنطق لغايه ما نوصل للاحداث الرئيسيه، ناس تموت، انفجارات وهكذا. ما علينا، دي طريقه انا كنت عاملها ده تحليل عامل في الشركه عندي لتهريب غاز كلور. لو خدت بالكم كلورين جاز ريليز، والغاز ده ممكن يعمل سحابه متاخره تؤدي لتلوث بيئي او اصابات ناس تختنق ويحصلوا فيها، او يسبب انفجارات لو قبل ما ابدا قبل الشغل. فانا هنا بقى ده يحصل لوحده، بربط بين الاحداث باند واقول مالناش دعوه بالقصه دي. دي الثانيه اللي هي اسمها ايه؟ الفور. الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ الفور تي 3 اناليسيس، طريقه تحليل الاخطاء. الايفنت 3 يقول لي بص انت عندك كام حدث؟ كذا 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 كذا، حطهم. الحدث ده لو حصل بالانشيت بيفن ده يس اور نو؟ لا بختار يس، يبقى وصلت النتيجه. لو نو هوصل لنتيجه ثانيه، وهتلاقي عامله زي شجره، يس بتسلم نو ونو بتسلم وهكذا. هديك مثال، هو الكلورين ريليز عندي اسطوانه زي اسطوانه البوتاجاز، ايه الاسباب الانشيتنج اللي هي تسبب الحدوث التهريب؟ قلت ممكن يحصل امباكت تضرب الاسطوانه فتتكسر، او يحصل تاكل، او الضغط يزيد فيها، كل دي الاسباب. طيب هل عندي ديتكشن سيستم يديني الارم؟ لو يس بقى مجرد غاز تم احتوائه، او ما اداني الارم على طول اتصرفت. طب نو كان في عندي نظام ومحدش حس بيه. طب العامل اتدخل؟ لو العامل اتدخل يس يبقى تم، ان هو كان سمول ليك او تهريب صغير. طب لو نو يعني حصل تهريب والعامل ما اتدخلش يقفل الاسطوانه، راح عندي حاجه اسمها ايه؟ جاز كلاود قابلت مواد قبل الاشتعال، هيحصل حريق وانفجار. يبقى هو بيربط مجموعه من الايفنت، حصلت ولا ما حصلتش؟ ايه الريزلت؟ النتيجه؟ طريقه معاليه برضه انا هشرحها لك بسرعه، هي ليها طريقه ازاي بنستخدمها. يبقى انا عايز اوريك ان دلوقتي الريسك اسسمنت خطوه منه التعرف على المخاطر بقى ليها ايه؟ طرق كتيره، منها الحاجات البسيطه اللي احنا بنستخدمها وده اللي عايزك تعرفه النهارده، وفي كمان برضه عشان تسمع في طرق ايه؟ ادفانس. يا ما دخلت امتحان واحد قال لك الفورت في والايفنت في، انت عارف كل واحد طرق بنستخدمها للاناليسيس بتاع المخاطر، بس ادفانس التول ان شاء الله هتكون مع كل مشروع ميتنج بتكون عارفها وتعرف تطبقها. يبقى هنا كده انا قدرت بسرعه كده اقول لكم انواع وطرق التعرف على المخاطر. مين بقى يراجع معايا بسرعه؟ كم حاجه انا قلتها للتعرف على المخاطر بمواقع العمل؟ قلنا ممكن سجلات الحظ، ايه تاني؟ السجلات اللي هو فحص المواقع، وايه تالت؟ اعمل ايه في التعليم دي؟ الستوب كارد او الابلاغ على الحوادث الانشيه، ايه تالت ورابع؟ النشر والكتب والنشرات والقوانين والتشريعات، ايه خامس؟ التفتيش الهندسي، التفتيش الهندسي، ايه سادس؟ التعليمات المصنعين زي ام اس اس والتدريبات بتاعت المعدات. كل دي طرق للتعرف، وفي حاجات بقى وحشه كده اسمها يخض متقدمه، سمعنا حاجه اسمها الفيما والفتا والاتا والهزب وايه؟ والوقف ومثلا. طيب ايه رايكم دلوقتي عشان انتوا زهقتوا مني، تعالوا بقى نعمل تدريب عملي على التعرف على المخاطر. وانا طبعا عشان ما ينفعش ناخد تشيك ليست وننزل نلف هنا ولا نروح اي حته، عملت لكم طريقه الاوبزرفيشن. هنعمل ايه؟ الملاحظه. هشغل لكم بدل ما نروح كارفور جبت لكم كارفور ده. ايه رايكم؟ جاردن سنتر، هو مش كارفور، جاردن سنتر ده احد المولات